أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله في عقيدته قال: وهو سبحانه مستو على عرشه في سمائه دون خلقه وأرضه؟ أي نعم، الله جل وعلا في السماء وعرشه في السماء، ليس عرشه في الأرض كما يقوله الجهمية. هذا يبياتي إن شاء الله، هذا في الحموية. نعم، يعني معناه أن العرش في السماء وليس العرش في الأرض. نعم.